تعالوا دلوقتي نروح لجولة لأهم الأخبار يعني اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى، ومنها جامعة حلوان هتنظم حفل تنصيب مجلس اتحاد الطلاب، والمركز القومي للسينما هيقدم فعاليات مهمة، وده ضمن احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي. وكمان من ضمن الأخبار اللي هتحصل النهاردة في ماتشات النهاردة هتكون مهمة في أفريقيا وكمان في الدوريات الأوروبية، هنتابعها من خلال التقرير التالي. بالنسبة لأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، جامعة حلوان هتنظم حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الأكاديمي 2021-2022، وده هيكون في مجمع الفنون والثقافة بالجامعة، وبعد كده هيتم تنظيم إفطار رمضاني لأعضاء الاتحاد بمقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان. النهاردة كمان هيواصل المركز القومي للسينما فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي، وهيتم عرض الفيلم الروائي القصير اللهم إني صايم بطولة حسن فايق وفردوس محمد وإخراج جمال مدكور. الفيلم التسجيلي أيضاً في رحاب الحسين هيتم عرضه من إخراج هاشم النحاس. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع المباراة الثانية لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اللي بتجمع ما بين تشيلسي وكريستال بالاس الساعة 5:30 مساءً. وفي إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي هيلتقي الساعة 3:15 العصر فريق نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي، وفي نفس الموعد هيلتقي ويست هام وبيرني. في الدوري الأسباني لكرة القدم النهاردة قمة الجولة 32 من عمر المسابقة بين ريال مدريد وإشبيلية في تمام 9:00 مساء، وكمان هيلتقي في نفس الموعد برشلونة مع قادش. لعشاق الكرة الإفريقية هيلتقي النهاردة الساعة 10 بالليل فريق المصري البورسعيدي مع فريق نهضة بركان المغربي، وفي نفس الموعد هيلتقي فريق بيراميدز مع مازيمبي الكونغولي، وده في إطار منافسات لقاءات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.